مساء الخير، مساء الفرح، مساء السعادة على كل مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم ربنا موجود. حقيقة في ربنا موجود دايما بنحب كده نلقي الضوء كده ونعمل سبوت كده على حاجات بتكون مهمة جدا جدا في حياتنا، وإزاي ربنا بيكون موجود في كل حاجة وفي كل تفاصيل حياتنا. هي حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة بتهمنا كلنا في حياتنا اليومية. بنقابل بعض المشاكل، مشاكل في حياتنا، في البيت، في الكنيسة، في الخدمة، في الشغل، مع أصحابنا، مع عائلتنا. لكن في ناس تقولك إيه، أنا لازم أواجه، أنا لازم أتكلم، أنا لازم أقعد معاه وأفهمه هو غلط فيا ازاي. ناس تانية تستحمل تقول لك لا لا لا، بص بقى قلة الكلام احسن، وده انسان هجومي، انا لو اتكلمت هنخسر بعض اكتر، واجي اكحلها اعميها. وتلاقيهم بيقلقوا جدا من فكرة المواجهة. طيب احيانا المشكلة دي بنكون احنا السبب فيها، واحيانا بتكون مفروضة علينا. في الوقت ده نعمل ايه؟ ناس كتير ممكن لما تيجي مثلا تحكي لها مشكلتك تدي لك حل هايل وتدي لك حل حكيم وتقول لك اه واجه او ما تواجهش. ناس ثانية ممكن تقول لك لما نفس الشخص ده اللي ادالك كلام حكيم وحل لمشكلتك، لو وقع هو في نفس المشكلة تلاقيه واقف ومحتار، طب اعمل ايه؟ اواجه ولا لا؟ أتكلم ولا أسكت؟ ونلاقي نفسنا ممكن نسكت مرة واثنين وثلاثة، والموضوع تراكم ووصلنا لنقطة مش قادرين خلاص نتعامل مع بعض فيها. حتى لو أقرب الناس ليه أنا مش قادرة أتعامل معاه، ليه؟ لأن أنا استحملت مرة واثنين وثلاثة. تعالوا النهاردة نعرف يا ترى المواجهة مهمة في حياتنا؟ مهم ان انا لما يحصل مشكله او حتى موقف ضايقني من حد، مهم ان انا اروح اقول له مثلا ان انا اتضايقت منك في حاجه زي كده، واقول له انا اللي اتضايقت، انا صعب عليا منك، مش انت عملت كذا وانت غلطت وانت وانت. فكره اسلوب المواجهه واسلوب الكلام والعتاب بمحبه ولا العتاب بقسوه. هل لو أنا مسؤول مثلا، مدير في الشغل، أب، أم، خادم، وشاف الناس اللي هو يعتبر مسؤول عنهم دول غلطوا، صح إن أنا أتكلم ولا لأ؟ والطريقة اللي أتكلم بيها تكون إزاي؟ هل فرق بين القسوة والحزم؟ هل أنا ممكن أكون فعلا حازم وأتكلم بحزم؟ ده هيفيد ولا لأ؟ الطريقة العتاب نفسه وطريقة المواجهة تكون إزاي؟ هو ده اللي هنعرفه مع حضراتكم في حلقة النهاردة. كلمونا على تليفونات البرنامج وقولوا لنا يا ترى انت بتعمل ايه لما بيقابلك مشكلة معينة مع اي حد قريب ليك، قريب او بعيد، يا ترى بتعمل ايه؟ مين معانا؟ معانا استاذ نبيل من القليوبية. الو استاذ نبيل، اهلا بحضرتك. تمام، احنا بخير طول ما حضرتك بخير، اتفضل. وحضرتك طيب. فكرة المواجهة، حضرتك مع ولا ضد؟ يعني لما بيحصل حاجة بتواجه، وهل بتواجه الناس كلها ولا في ناس تقول لا 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 الشخص ده انا ما ينفعش اتكلم معاه، انا ما ينفعش اواجهه؟ في الحقيقة هو الموضوع محتاج حكمة. انت هتواجهيه ده بيقبل العتاب ولا ما بيقبلش العتاب؟ لو بيقبل العتاب يبقى وفر علينا حاجات كتير جدا. وانا لو بيقبلش العتاب مش هينفع معاه طريقه العتاب. طب انا هو لو بيقبل العتاب انا راح اعاتبه عشان اكسبه ولا عشان ازود المشكله اللي بيني وبينه؟ لا، المفروض عشان اكسب. طبعا يبقى انا لازم رايح، وفي نفس الوقت انا صعب عليا من الموقف ده. طب ايه رايك لو كنا اتقابلنا، لو كنا اتكلمنا، يبقى احنا خدنا وادينا في الكلام مع بعض. انا هدفي من العتاب الصلح. على فكره ده مبدا كتاب يا مدام مفتر، صحيح، اللي في يشوع ابن تراث بيقول ايه؟ عاتب صديقك لعله لم يخطئ، وان كان قد اخطأ لم يعد يفعل مره اخرى. فيا ريت احنا ناخد نتدرب على المبدا ده. تاني بص المسيح المصلوب ازاي المشاكل بيغفر للصليبيين. صحيح. وغيره وغيره. اذا الموضوع اذا انا عاتب لما يكون اللي قدامي محتاج ان انا اتدخل، وانا خايف على حبي وخايف على الصداقه اللي بيننا وبين بعض. يعني في ناس ممكن اقدر اعاتبه لو هو فارق معايا، لو هو مش فارق معايا ممكن ما اعاتبهوش؟ لا، لو فارق معايا او مش فارق معايا هو بيقبل الكتاب ولا ما بيقبلش. تمام. بشكرك جدا استاذ نبيل، ونروح من القليوبيه للقاهره ونستقبل تليفون من استاذه غاده. استاذه غاده،
اهلا بيكو. اهلا بحضرتك. وموضوع حلقتنا فكره العتاب والمواجهه. الحقيقه حضرتك شايفه ان المواجهه مهمه جدا في علاقاتنا الاجتماعيه، حد من العيله، حد من الاصحاب، حد من الكنيسه، في العمل، زميل ليا. المواجهه حضرتك شايفاها ازاي؟ ولا بتخشي او بتخافي احيانا من المواجهه؟ في الحقيقة في بعض المواقف بنبقى محتاجين إن إحنا نواجه، وفي مواقف تانية إحنا محتاجين إن إحنا نأجل المواجهات لكن مش نلغيها لو هي ضرورية لكل شخص. نأجلها مش نلغيها. حضرتك بتأكدي على النقطة دي. حقيقي يعني التأجيل ممكن يكون ليه أسباب كتير، زي إن المشكلة حديثة، المشاعر فيها يعني ممكن يبقى فيها انفعال، فممكن جدا نأجل المواجهات. اختار الوقت المناسب، يعني بمعنى ان انا اختار الوقت، مش لازم دلوقتي، يعني انت تعالى واقعد قدامي ونتكلم يعني. بالظبط بالظبط بالظبط، الاختيار الوقت المناسب ان احنا نبدا نعمل مواجهه. صحيح. ده مهم جدا جدا يعني. تمام، يعني حضرتك مع فكرة المواجهة بس أختار الوقت المناسب. بشكرك جدا أستاذة غادة، حقيقة تليفوناتكم وآرائكم بتفرق معانا جدا في حلقتنا، وأيا كان رأيك قوله ومش مشكلة، حتى لو صح غلط إحنا برضو بنستقبل ضيفنا وبنتكلم في الموضوع ده. أحيانا كتير بيكون عندنا مفاهيم غلط، مفيش مشكلة خالص، بنصلحها مع المختصين اللي بيكونوا معانا في الحلقة. بيشرفنا وبيسعدنا أن تكون أستاذة فينيس السنادة دبلومة الإرشاد الأسري بكندا. خلينا نطلع لفاصل ونرجع لكم، وبرحب كمان بأستاذة جيهان مرزوق من خدام الترجمة بلغة الإشارة، وبرحب بكل إخواتنا السم وضعاف السبع، بيسعدنا وبيشرفنا ومتابعتكم لنا. نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نبتدي حلقة. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في ربنا موجود، وموضوع حلقتنا ازاي نواجه، ايه هي المواجهة الحكيمة، وازاي انا، ويعني ايه مواجهة اصلا، وهل كل الناس ينفع معهم المواجهة ولا لا. كل ده واكتر هنعرفه مع ضيفتنا اللي بتشرفنا، بنسعد جدا بوجودها معانا النهاردة. معانا استاذة فينيس دبلومة الارشاد الاسري جامعة جولف في كندا. اهلا بيكي. اهلا بيكي وسعداء بوجودك معانا النهاردة. شكرا ليكي. لما هنتكلم عن المواجهة، وطبعا كلنا مفيش حد باستثناء، يعني أي حد لازم بيقابل أي مشاكل معاه في بيته، في عمله، في خدمته، في حتى مع أقرب الناس لي. لكن فكرة ناس تخاف من المواجهة، تقول لك أواجه ولا ما واجهش، وتقف كده محتارة. لكن قبل ما نعرف كل ده لازم نعرف الأول يعني إيه مواجهة، وهل كل الناس ينفع معاه مواجهة، ولا في بعض الشخصيات بأنماط شخصية معينة ما ينفعش معاه. اوكي، طب خلينا نبتدي زي ما حضرتك قلتي. يعني ايه مواجهه؟ مواجهه يعني انا عايز اقول لشخص قدامي ان في حاجه معينه ضايقتني وهو مش واخد باله منها، او ممكن يكون واخد باله بس عايز اوصل ان ده تعبني، او انا مش قابله، او انا عايز اتكلم فيه. تمام. زي برضو حضرتك ما قلتي، نتيجه للتربيه، نتيجه للثقافه، نتيجه لتنوع الشخصيات، مش كلنا بنعرف نواجه زي بعض. في ناس بترفض تماما، بتحس انا مش شاطر في الكلام، لا دي مش شخصيتي، لا أنا ممكن أخسر اللي قدامي. فكل الحاجات ديت ممكن تخلي الناس تتجنب المواجهة. وعلى الصعيد الآخر في ناس شاطرة جدا في الكلام، انفعالية جدا، فسهل بالنسبة لها، بس برضو ده مش بيؤدي إنها تكسب الآخر. فيعني مش أنا بتكلم أو ما بتكلمش، بحب أواجه أو ما بحبش، هو ده الحل. لكن الفكرة اللي احنا جايين نتكلم فيها النهاردة إزاي أعمل دوت بطريقة حكيمة تخليني أعرف أعبر عن اللي جوايا بطريقة صحية، وفي نفس الوقت أكسب الآخر، ونوصل كده زي ما بنقول لوين-وين سيتويشن، أو موقف إحنا الاتنين كسبانين فيه. ايه راي حضرتك في الناس اللي تقول بصوا بقى انا صريحه بزياده، انا ما اعرفش الف وادور، انا ما اعرفش اخبي، انا هقعد وهواجه بس هبقى صريحه لاقصى حد. okay. الصراحه مطلوبه في المواجهات ولا ايه؟ الصراحة مطلوبة، بس ازاي؟ لان في ناس ممكن وهي بتواجه، انا اسفة يعني، بتقول دبش، بتصطدم وبتقول دبش، يعور اللي قدامها. فهي الفكرة مش ان انا اكسب المعركة بتاعت المواجهة، هي الفكرة ان انا اوصل اللي جوايا بطريقة فيها محبة،
وبطريقة اللي قدامي يفهم إحنا بنعمل العملية دي ليه. يعني هو مش جيم بنكسبه خالص. فعشان كده في خطوات معينة نحب إن إحنا نبقى عارفينها قبل ما نتكلم مع حد تاني في حاجة مضايقنا أو كده. هو أنا بواجه أصلاً دي يعني هل لو أنا إنسان مش فارق معايا خلاص هو ضايقني وأنا مش فارق معايا إذا كان أتعامل معاه ولا لأ؟ وطبعاً بالتأكيد ما بيكونش من محيط العيلة يعني. لكن فكرة أنا لو إنسان مش فارق معايا مهم إن أنا أواجهه ولا لأ؟ هي مش بس الإنسان هو اللي فارق ولا لا، الموقف اللي أنا اتحطيت فيه. لأنه ممكن أنا الإنسان ده مش فارق معايا مش هشوفه تاني، بس الموقف اللي أنا اتحطيت فيه ده ضايقني إن أنا معرفتش أرد، ضايقني إن أنا معبرتش إن أنا مش قابل دوت. فهي مش بس واقفة أنا بتكلم مع مين، هي واقفة أنا قبلت إيه أو ما قبلتش إيه. خلينا نقول مثال بسيط. صدر. يعني مثلا لو أنا روحت الشغل النهاردة متأخر فمديري كلمني بطريقة وحشة جدا، خلاص؟ هو بيبان كده انه معاه حق ان هو يكلمني يقول لي ان انت اتاخرتي، لكن هو معهوش حق ان هو يكلمني بالطريقه دي. فممكن الناس يقول لك ده مش فارق لي، هو من اهلي، هو مش عارف ايه. لا، هو الموقف اللي انت بتاخده هو ده اللي مهم. لانه ساعات لما بنكتم المواقف دي جوانا سواء بقى برغبتنا او غصب عننا، ده بيأثر كذا تاثير. يعني منها مثلا ان انا الكتمان ده، هو المشاعر دي ما بتروحش في حتة بعيدة، لا بتفضل جوايا وبتظهر بأشكال مختلفة. الناس بتقولك أنا بنسى، هو موقف وعدى وأنا هنساه وهو هنساه وخلاص. هل بيتنسي؟ أنا بحس إن في مواقف لا بتعلم. الحقيقة مش هقدر أعمم، بس في مواقف بتعلم زي ما حضرتك قلتي. وفي كمان حاجات ممكن أكون ناسيها بس تأثيرها عليا موجود. ده بيظهر مثلا في ان الناس اللي بتكتم كتير وخاصة المشاعر السلبية هي بتظهر بطريقة او باخرى، فممكن تطلع على جسدي بامراض، وده اللي بنسميه جسمنة او ان هما يكونوا سايكوسوماتيك. يبتدي دايما يروح يكشف انا تعبان من ده انا تعبان من ده، يقولوا له ما عندكش عيلي، حاجة سكري عيلي، وفي حاجات بقت اكتر يمكن اكتر من كده. في جزء منها ان انا مش بعرف اطلع المشاعر السلبية اللي جوايا، في حاجات مضايقاني مش بتعامل معاها فبتطلع كده. في طريقة تانية ان انا بطلع غضبي في مواقف مش الموقف ده اللي انا مفروض اغضب فيه قد كده. بس انا زي ما المثل بيقول في قشة قطم الدهر البعير. صحيح. فانا عمال اكتم وبعدين انفجرت، وممكن يكون الانفجار ده في الشخص اللي انا متضايق منه او في شخص اخر. او بمشي بقى متضايق طول الوقت انا محمل. وساعات بقى الناس اللي بتقول لك ده مش فارق لي وده مش فارق، تبتدي تعتزل العلاقات. وده طبعا مش صحي. انا محتاجه اشتغل على علاقات مش اهمل وابعد العلاقات. يعني مهم المواجهه، مهمه بس بالطريقه الصح. بالطريقه الصح، ما احنا جايين النهارده نعرف الطريقه الصح. لاني بالاخص لو زي ما حضرتك ذكرتي المثل بتاع المدير. لو انا مديري مثلا هو اللي ضايقني في موقف ومش قادر اعديه ومعلم فيا، فازاي اروح اعاتبه؟ وهل العتاب مع المدير زي العتاب مع الزوج، زي العتاب مع الابن، زي العتاب مع الصديق، ولا الطريقه نفسها بتختلف مع اختلاف الشخص؟ طبعا الطريقه بتختلف والتوقيت بيختلف والرساله. فخلينا نبتدي مثلا انه الاول او خطوه من خطوات المواجهه ان انا اعرف انا عايزه اقول ايه. يعني ارتب افكاري بالظبط. انا ايه اللي مضايقني بالظبط؟ انا اللي مضايقني ان مثلا المدير ده كلمني قدام الناس، ولا انا اللي مضايقني طريقه كلامه، ولا انا مضايقني انه ايه يعني ما اتاخر؟ محتاج افهم ايه الحاجه اللي ضايقتني عشان ما اروح اتكلم ابقى فاهم. دي اول حاجه. المساحه اللي بيني وبين الشخص طبعا مهمه. والتايمينج، يعني انا ما ينفعش مثلا يعني لو ابني قدام اصحابه او كده، او هو جاي متضايق من امتحان ولا بتاع، ابتدي اكلمه في مشكله حصلت. لا، التايمينج مهم جدا. والرساله هتوصل ازاي؟ لازم تكون بطريقه ايجابيه. فكل الحاجات دي مهم ان احنا نفكر فيها. وانا بقول انا عايزه واجه، بس اول نقطه دي مهمه جدا، لان في زي ما حضرتك ذكرتي في اول الكلام، في ناس اللي بتقول انا صريحه وبقول كل حاجه، لما بيجوا يواجهوا ما بنطلعش بحاجه مفهومه. يعني لو زعيق او كلام او مواقف، لكن ما فيش حقائق واضحه يعني نقدر نستفاد منها.
ايه رايك في الناس اللي بتخاف من المواجهه وهي بطبيعتها حموله، بتقول لك انا بستحمل خلاص ده صليبي، بالاخص لو كان حد قريب قوي ليها، ما هو ايه المشكله، من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر، دي حاجه وصيه كتابيه وجميله، لكن هل بيبقى يعني بتبقى مختلفه في موضوع المواجهه، او مثلا خلينا اقول لحضرتك هل دي بتبقى ضد المواجهه، فكره ان انا احتمل وصليبي وكده، الناس دي صح اللي بتعمله ولا لا، او هل برضو مع كل الناس احتمل ولا لا؟ يعني ده سؤال كبير الحقيقه كبير. بس خليني اقول لك مثلا انه الناس الحموله دي، طب ما هو بيجي وقت بننفجر، اتقي شر الحليم اذا غضب. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه، المواجهه لا تعني الخناقه او الخلاف العظيم، يعني احنا برضو بنصور المواجهه او كده بشكل سلبي. لا، انا ممكن اقول لحضرتك بطريقه هاديه جدا، انا ايه اللي مضايقني، او انا مش عايزاه يتكرر تاني، او انا مش قادره استحمل كذا، وده مهم. في حاجات بايدينا وفي حاجات مش بايدينا. صحيح. ده بقى الحكمه في ان انا اعرف هتكلم في انهي موضوع، اللي ينفع يتغير هتكلم فيه، اللي ما ينفعش يتغير خلاص يعني هشوف هتعامل معاه ازاي. جزء تاني من ان انا اخفف عبء الحاجات اللي انا مش عارف اعمل فيها ايه دي، او اغير امور ديت في حياتي، ان انا اتكلم مع ناس اخرين، اصطفد اطلع والناس دي ممكن توجهني ازاي اعبر عن اللي جوايا دوت بطريقه ما اخسرش فيها اللي حواليا، ولا افضل انا كاتم جوايا واتعب. يعني اعتقد الطريقه كمان بتفرق، يعني بدل ما اقول له انت عملت كذا انا صعب عليا منك، أي في كلمة لما أبتدي بي بنفسي أعتقد بتفرق جدا، غير أن أنا أوجه له الاتهام. بالضبط، بنسميها الآي مسج، أو أنا يعني الرسالة بتاعت أنا حسيت إيه، أنا حسيت أن أنا اتضايقت جدا، حسيت أني كسفت قدام زمايلي لما كلمتني بالطريقة دي، فلما بقول أنا حسيت بإيه اللي قدامي بيشوف حتة تانية من الموضوع. لكن لو أنا روحت هاجمت، انت ازاي تتكلم بالطريقه دي، انت مش عارف ايه، فخلاص قلبت خناقه. لكن لو انا اتكلمت، وده بقى اللي يرجع تاني لل انا احضر نفسي، انا ايه بالظبط اللي ضايقني، فده مهم. فدي نقطه فاليد جدا، ان انا اتكلم عن اللي حسيته. لو حد قال لحضرتك انا ما بعرفش اعبر عن شعوري، انا متضايق بس مش عارف اقول له انا متضايق من ايه، تنصحيه بايه؟ بصي، هي للأسف يعني في مجتمعنا احنا ما تعودناش ان احنا نتكلم عن المشاعر، ويعني شوية عيب وشوية ايه الكلام دوت. لا يعني هو مهم جدا، لان المشاعر هي اللي بتخلينا نتصرف، هي اللي بتطلع السلوك، هي اللي بتخلي ازعق او اعمل او الكلام ده كله. لا، محتاج افهم نفسي. لا يعني ناس كتيرة لما بتهدى وتحلل الموقف، واحنا بنساعد يعني في المجال بتاع المعالجة النفسية، ان احنا بنفضل نحفر كده ونقول طب انت غضبان ولا انت حزين ولا انت، لان في فرق كبير في ده. ولما بنوصل للجذر بتاع المشاعر او الحاجه اللي هو حسها، هو بيرتاح وبيعرف يتكلم عنها. فرق بين الغضب والحزن. طبعا بيبقى في درجات، انا ببقى مش يعني اتجاهات مختلفه. اتجاهات. وفي مشاعر اسمها مشاعر ثانويه، وفي مشاعر اسمها مشاعر اوليه وحاجات كده. فالمشاعر مهم جدا ان انا افهمها، مش حاجه اسفه يعني موضوع كبير، هو بسيطه وتافهه، ولكن هي بتتحكم في ازاي بنحس، ازاي بنفكر. وجزء تاني من الموضوع انه بلاش ابني الكلام اللي انا هقوله على افتراضات، انا لازم اكون بتكلم في حقائق. بالظبط كده، مش انا استنتاجات، انا استنتجت وعمل كذا عشان كذا. بالظبط كده، لكن لازم يكون في حاجه او دليل ان هو اتصرف كذا عشان كذا، وده بقى جزء اتاكد من اللي قدامي فيه. يعني انا دلوقتي انا حضرت نفسي ده في المواجهه بقى. بالظبط، يعني احنا قلنا اول خطوه احضر نفسي، تاني خطوه ان انا اختار التوقيت والمسج وكل الحاجات دي كلها، بعد كده انا رحت اتكلمت عنها حاسس ايه والموقف ده خلاني متضايق ليه، بعد كده انا اتاكد من اي حاجه مش مفهومه، لانه ممكن يكون في جزء من الموقف ده انا مش عارفه او مش شايفه، او حد قال لي، او حد قال لي، قال لي ان انت قلت عليا كذا، فهل الكلام ده صح؟ بالظبط، انا محتاجه اتاكد اذا كانت الحقيقه اللي في الموضوع مظبوطه ولا مش مظبوطه. لانه ممكن جدا اطلع وانزل على ما فيش، لان كل دوت كان سوء تفاهم، رساله وصلت غلط،
الناس بتوقع، حاجة كتير زي كده. ايه تاني بقى؟ احنا قلنا اربع خطوات، نكمل خطوات العتاب. ان انا محتاج اللي قدامي كمان يتكلم، المواجهة رايحة جاية. مش ساعات واحد بس هو عايز ياخد القعدة لنفسه ويتكلم، والتاني ملوش حق يرد ويكسب. ما هي دي فكرة غلط. انت ممكن تكسب القعدة او المواجهة او المعركة اللي انت جاي فيها، بس انت هتخسر الشخص. هل ده الهدف من المواجهة؟ وخاصة مع يعني مع المواجهات العائلية والناس القريبين. أنا مش عايزة أكسب البنت بتاع النهاردة دوت أو النقطة بتاعت النهاردة، أنا عايزة أكسب الإنسان. صحيح. فدي بتحتاج إن أنا كمان أديله مساحته، ما نقطعش بعض. جزء كبير جدا من اللي بيبوظ المواجهات إن إحنا بنقاطع. أنا مقدرة وأنا ممكن أكون بقع في ده، إني لما ببقى متضايقة وعندي مشاعر كتيرة عايزة أتكلم فيها، إني بكت وبقط بقاطع اللي قدامي. لا لا لا، مش ده اللي قصدي، مش عارف إيه. لكن لما كل واحد بياخد مساحته ووقته إنه يعبر عن مشاعره، ده بيخلينا نهدى كتير ونفهم بعض ونقدر. بس دي يعني رحلة، يعني مش من أول مرة أنا هعمل كده أنا بقيت شاطر فيها. صحيح. والناس اللي بتخاف زي ما أنت بتقولي، في ناس تقولك أنا مش شاطر في الكلام. لا، أنا هي مش حكاية شطارة بس الكلام. ما الناس الشاطرة بالكلام ممكن تخسر الناس. تدريب تدريب تدريب. ما أنا جاية النهاردة عشان حضرتك تقولي لنا التدريب. إحنا نتدرب إزاي في موضوع المواجهة؟ أتدرب إزاي أعبر عن مشاعري؟ أتدرب إزاي إن أنا أعمل مواجهة حكيمة هكسب اللي قدامي وأكون قاعدة مش في معركة؟ إحنا مش في معركة، لكن أنا غرضي الأساسي أكسب اللي قدامي. أعمل ده إزاي؟ أول حاجة زي ما اتفقنا بيبدأ بيا. أنا محتاجة بعرف نفسي، أنا محتاجة أبقى مسمي الحاجات اللي مضايقاني واللي مقرر أروح أتكلم فيها. أبقى كاتب، حتى لو احتجت أكتب ما يجراش حاجة في الأول، أكتب الحقائق اللي إحنا عايزين نتأكد منها وأقول أنا بقبل إيه وما أقبلش إيه. أحياناً كثيرة في المواجهات بيتقال كلام كبير قوي، يعني عارفة كده تحسي. أنا محتاج برضه قايم، هل الكلام ده مناسب للموقف؟ في ناس تميل للمبالغة قوي. أيوة. يعني موقف بسيط قوي تعمل منه حاجة كبيرة، الواحد يبقى قاعد قدامه إيه ده؟ أنا عملت كده؟ أنا قلت كده؟ ففكرة المبالغة دي بتتعب جداً. ده حقيقي، لانه انا كمان بحس ان انا اتهاجمت. ففي ناس لما تتهاجم يقول لك لا 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 انا هقطع مع الشخص ده ما يستاهلش مني. بس انا بشوف انه كل علاقه محتاجه فرصه، فرصه واتنين، مش جاي مش سالكه الحكايه خلاص. بس حاول ما توقفش من بدري، دي نمره واحد. نمره اتنين، نرجع لفكره ان انا اعرف نفسي. حكي مع حد تثق فيه قبل ما تروح للموقف، ويا ريت ما يكونش طرف، لأنه طرف محايد. بالضبط، لأنه هو لو طرف طب ما أنا هتأثر بالأفكار. فأنا محتاجة أتكلم مع حد وأقول له أنا عندي الموقف الفلاني حسيت، بس أنا عايز أتكلم. ناس كتيرة لما بتيجي تحكي مثلا يقولوا لي حصل كذا كذا وإحنا ضايق، أقول لهم بس بصراحة هما معاهم حق، بس الطريقة كانت دمها تقيل. صحيح. فأنتوا ممكن تتكلموا في الطريقة. يعني إيه معاهم حق؟ ما هو نبتدي نفصص، فيقبلوا مني الكلام ليه؟ أنا مش طرف. صحيح. فدي نقطة مهمة جدا. الحالة اللي أنا فيها ما تروحش تواجه. أيوة. وانت معصب أصلا. صحيح. أو يعني في حاجة تانية، حاجة ضايقتك قبل ما تروح، فهتطلع كل مضايقتك عليه. على ذكر الكتابة، يمكن حياتك قلتي في أن ممكن تكتب الحاجات اللي مضايقك، هل وفي نفس الوقت قلنا لم نديله فرصة يتكلم وما نقطعهوش. طب نفترض أنا في واحد اتنين تلاتة في كلامه مش مظبوط، هل ينفع أمسك برضو ورقة وقلم واكتب وهو بيتكلم واسيبه يخلص كلام خالص حتى لو خد له نص ساعة، وفي الآخر أمسك من الورقة وأقول أنت قلت كذا وكذا وكذا وأمسك نقطة نقطة، ولا دي مش محبذة؟ بصي، تعتمد على شكل علاقتي بالآخر. لو هو هيقبل ده أنا مطمن إن هو يقبل ده ماشي، لو هو أنا مش متأكد هقول له أنا عايز أكتب بس عشان أنا بنسى، عشان أنا مش عايز أقطعك. يعني في ناس نقول لهم كده يقبلوا الكلام وهرد عليك بعد ما هتخلص كل حاجة. فساعات ده بيجيب نتيجة، الشخص اللي أنا بتكلم معي بس كمان أنا أقبل إن اللي قدامي هيعمل ده معايا. لكن أنا أقول له لا أنت ما تكتبش وأنا أكتب، لا، ما احنا اتفقنا، هي الحكاية رايحة جاية. يعني لو أنا شفت مثلا خطأ بيحصل مش في بيتي، ما يخصنيش قوي، لكن مع عند صحابي عند جيراني أو كده، في الوقت ده ممكن أتكلم ولا ما بتبقاش محبذة؟ يعني
وطبعا السؤال يعني غامض شوية بس على حسب الموقف وعلى حسب المساحة اللي بيني وبين الناس وبرضو التوقيت إيه. لا وحتى هو غلط عمله وأنا شفت موقف بينه وبين حد تاني، هل ينفع أنا اللي أواجهه وأقول له على فكرة أنا شفت الموقف الفلاني وإنت كنت غلطان فيه، أو ما كانش يفضل إنك تعمل، بلاش كلمة غلطان إحنا متفقين، ما يفضلش إن إنت كنت تتصرف كده، ولا خلاص أشيري دماغي وخلاص الموقف ده ما يخصنيش فأنا مش هتكلم فيه؟ هو بقى ما يخصنيش ويخصني، دي هي مربط الفرص. يعني مثلا لو انا شفت ام بتعمل حاجه مع ابنها خلاص، فانا لو ما فيش بيني وبين الام المساحه هيبقى لو انا روحت وجهتها يعني ده هيبقى صعب، لكن لو انا في بيننا وبين بعض المساحه ورحت بطريقه حكيمه اتكلمت وقلت بطريقه انا شايفه كذا او انا احب اقول لك كذا، دي تفرق شويه. بس لازم انا يعني ايه ابص كده على الموقف من بره، لو انا في الموقف ده كنت احب ايه برضو يتعمل معايا، لانه صحيح. سهل علينا، انا اسفه يعني، ننظر على الناس، لكن احنا ساعات ما بنقبلش العكس، فده مهم. ونزعل اكتر لما نحس ان في حد تالت شاف الموقف وخد باله وانتقدني وكده، يعني دي برضو ممكن تأثر فينا بالسلب، ما تكونش إيجابي يعني. ما هي نقطة النقد دي بقى اللي حضرتك ذكرتيها هي برضو مفتاحية جدا. صح. أنا رايح أنقد ولا رايح أعضد ودعم اللي حصل؟ يعني كتير مثلا، لأن أنا ليا خبرة شغل مع الأطفال كتير، أبقى في مكان ولاي أم عملت مع ابنها موقف يعني ما يصحش في مكان عام، يعني ضربت ولا هزقت ولا لا، فأنا يعني ببقى كده محتارة وعايزة أتكلم ومليش فيه ومش عارفة أعمل إيه. بس ساعات كده لما تكون القعدة مطولة أقول لها أنا حاسة بيكي، حاسة قد أنتي متضايقة وإن ده ضاغط، بس يعني هو معلش كده خدي في حضنك وطبطبي عليه عشان لو نفع. لو أنا ما حسيتش إن الأم هتقبل من أول كلمة بتراجع تماما. ده بيحتاج يعني صلابة نفسية برضو إن أنت تقبلي لو قفشت فيكي. فيعني بناخدها موقف بموقف، نشوف المساحة بيننا وبين الناس، ولو اتكسفت اتس اوكي معلش أنا اللي اتدخلت، فيعني خبرة حياة يعني. نرجع للمواجهة وفي جلسة المواجهة أقول الكلام كله اللي مضايقني ولا أقول جزء بس منه المرة دي، ممكن أأجل الجزء التاني حسب رد فعل اللي قدامي ولا إيه بالظبط؟ لا يعني هو لو الفرصة، لو أكتر من حاجة ضايقتني مثلا وقلت أول حاجة ولقيته متضايق ومفعل وكده، خلاص أكتفي مثلا وأشوف وقت تاني، ولا أقفل الباب على كده وخلاص؟ لو الظروف سامحة والكلام مهم إن يخلي المرحلة الجاية في علاقتنا إن إحنا نتعامل مع بعض بطريقة كويسة، يفضل إن إحنا نقول. بس تاني ما فيش خلطة سحرية، صح، لأن كل العوامل في موضوع المواجهة دي متغيرة، شخصيتي، شخصية اللي قدامي، التوقيت، الرسالة، كل حاجة، فدي حاجة أنا هبتدي أحسها. بس برضو أنا لما ببقى مهيئ نفسي ومدي اللي قدامي يعني كده برضو مساحة أنه قادر يكمل ولا مش قادر يكمل، في ناس بتوصل لا هنكمل دلوقتي مش نافع، في ناس فعلا تقول لك لا، تقول لها طب ناخد بريك يعني نتكلم بعدين تكون احسن، لا انا عايز اخلص الموضوع النهارده. طب عارفه ليه هم ساعات بعضهم بيعملوا كده؟ لانه بيحسوا انه اللي قدامي بيتهرب. اوكي، ودي جزئيه تانية بتتعب اللي بيميل للمواجهه، لو اللي قدامه بيتهرب هو بيحس انا عايز احكي، انا عايز اصلح، لو واللي قدامه بيحس let it go أو سيبها تعدي، أو لا هي مش مع كل الناس بتعدي، في حاجة كتيرة بتبقى محتاجة وقفة. هنرجع لفكرة نخلص كل الكلام مرة واحدة ولا نقسم، ده بناء على طبيعة القعدة، اللي قدامي محتاج إيه، أنا قادر أعمل إيه. بس كل ما كنا يعني بنخلص الكلام اللي مضايقنا عشان نبتدي صفحة جديدة وعلى نظيف، كل ما ده كان أحسن. طب ايه رأي حضرتك في الناس اللي تبقى عايزة تواجه في نفس الوقت؟ يعني حصل موقف وانا مثلا مش انا كميرفت يعني، وانا شخصية ما بتحبش تغلط مثلا، عايزة ارتب افكاري، عايزة اقعد مع نفسي شوية، عايزة اهدى قبل ما اتكلم، واللي قدامك يكون لا هو هنتعاتب دلوقتي هنتكلم دلوقتي، في الوقت ده الواحد يتصرف ازاي؟ هو عنده احتياج، وحضرتك في المثل ده عندك احتياج. الفكرة ان احنا نتقابل في النص،
نتفق على ميعاد، لا هنسيبها مفتوحة لحد ما أنت تهدي الله أعلم إمتى، ولا هنعملها دلوقتي حالا لأن أنت مش مستعدة. فاهمة؟ فاللي يهدي الطرفين إنه كل واحد ياخد جزء يطلع وين وين. لا وتقول له أنا مش عايزة، أنا ممكن دلوقتي متضايقة، فلو اتكلمت ممكن نخسر بعض أكتر، فإيه رأيك لو نتقابل بكرة أو بعد ونحدد الميعاد زي ما حضرتك. لو تحدد الميعاد هو بيوصل له، أنا هحترم مشاعرك بس أنت كمان قدر، لكن اللي بيضايق إنه مش عايزة أتكلم بعدين، أو أنا مش عايزة أتكلم، أو أنا ما بحبش أعاتب، فلا طب أنا عندي احتياج. فدي نقطة برضو بتلاقيها كتير في الأزواج بقى، يعني هتلاقي حد بيبقى عايز يتكلم وحد مش عايز. فلو ما عملناش عودنا نفسنا امتى انا هاخد الخطوه دي، بتروح بقى وبتبتدي تعمل المشاكل اللي احنا اتفقنا عليها في الاول. اعتقد ان بدايه الكلام بيفرق جدا، عارفه ده مفتاح القعده. يعني مثلا في مدارس احد ساعات نشوف طفله كده لابسه لبس لا يليق بالكنيسه، فما نروحش نقول لها اللبس ده ما ينفعش ما تجيش بيه، لا الله اللبس ده جميل جدا حلو قوي وشيك، بس هو مكانه مش هنا، هو مكانه في الحد. اعتقد برضو لو عملنا نفس الطريقه دي في بدايه الكلام، كنت في كلام حلو كلام إيجابي، هيفرق جدا. طبعا بنقول عليه إزاي أقول الصدق بمحبة. يعني إحنا قلنا صدق اللبس ده مش مناسب، بس قلنا بطريقة ما جرحتش البنت والكلام ده كله. عسل في السم بقى ولا لا يعني هو السم في العسل، أنا مش هحط سم. لا دي حقيقة، دي فاكت. أنا بعلم حد حاجة يعني، حتى مع أولادي نفس الحكاية. بس عايزة أقول إنه مش كل المواجهات في حياتي هتطلع لطيفة زي ما إحنا بنشرحها كده. حتى لو أنا عندي الفكر ده أو الخطوات دي، في مرات بتفلت مننا، حتى لو فلتت المهم هعمل إيه بعد كده. أيوة، ما أنا عايزة أقف بقى. فلتت أول مرة نعمل إيه؟ هل خلاص نقفل الباب ولا نعمل إيه؟ تصرف إيه؟ أنا ما أعتقدش إن في باب يتقفل إلا لما يعني الأطراف هي اللي بتعوز تقفله. بس لأ، أنا روحت اعتذرت وقلت أنا أسفة، أنا اتعصبت، ما كانش مفروض أتكلم بالطريقة دي، بس أنا مضغوطة، نقبل للأسف ونتكلم في وقت تاني. اللي قدامي ممكن يقبله ممكن يرفض، بس أتليس أنا عملت اللي عليا. ده لو اعتذر. ما هو في ناس الاعتذار بيبقى أنا ما بغلطش. فكرة لما تقابلي قاعدة ومحبة وعايزة تتكلمي وتواجهي واللي قدامك، أنا ما بغلطش، برضو تتصرفي إزاي؟ دي بقى حتة كبيرة في التربية وفي الثقافة زي ما اتفقنا. هو أنا لو ابتديت بيا ان انا بقول انا ما كانش مفروض اعمل كده، يعني زي ما بنعلم الاباء، لو انت اعتذرت لابنك ابنك هيتعلم يعتذر. صحيح، هي نفس الحكايه، حتى في التربيه دي مهمه طبعا، وحتى كمان حتى في المواجهه. لو انا دخلت على حضرتك دلوقتي وقلت لك إيه انت عملتي وسويتي مش عارف ايه، فقلتي لا انا ما بغلطش، طب وانا ما غلطتش، فضلنا نتحدى بعض مين اللي غلط، خلاص مش هنوصل حته، معركه. لكن لو انا جيت قلت لك ما كانش مفروض اتكلم معاكي بالطريقه دي، انا كنت متعصبه، انت هتهدي شويه يعني، فاهمه؟ بس برضو ده يرجع الى نضج اللي قدامي، ويرجع انا فاهم نفسي قد ايه وهو فاهم نفسه قد ايه، وقد ايه احنا مهتمين ان العلاقه تكمل. حقيقه دايما حتى لو موضوعات اجتماعيه، دايما بنرجع لمرجعنا الاساسي هو الكتاب المقدس وتعاملات السيد المسيح مع البشر لما كان تجسد على الارض. فلو رحنا المشهد المرأة الخاطئة، الناس كلها أدانتها، ولقينا السيد المسيح قعد وبقى يكتب على الأرض، وبعدين الناس ابتدت تمشي وهو ما قالهاش غير كلمة واحدة، أدانك أحد؟ لا. طب وأنا كمان لا أدينك، وفي نفس الوقت اذهبي ولا تخطي. لو هنتعلم من المشهد ده نتعلم إيه؟ هو كان في المشهد ده رحمة وإحساس بالمشاعر وحقائق. صحيح، وده اللي احنا بنبقى محتاجينه. هو ما كانش داخل خناقه، وفي نفس الوقت هو وراها الرحمه ديت، بس هو كان فاهم وعرفها ان انت بتخطئي فاذهبي ولا تخطئي، فقال الحقيقه. فهو ده اللي احنا محتاجين نعمله، ودافع عنها. فهو برضو في المواجهات او في المواقف دي بنبقى عايزين نجلد بعض. انت غلطان، انت مش عارف ايه، ابنك عمل، بنتك سوت، الكلام ده كله. لما بنوري رحمه ده بيفرق كتير جدا في العلاقات، ان انا بحط كمان نفسي مكانك وبدافع لو ينفع دافع. يعني بما ان حضرتك ذكرتي برضو الكتاب المقدس والسيد المسيح وتعاملاته في مواجهته مع الفريسيين،
هو كان واضح جدا وصريح وبيقول حقايق وبيجيب بيستشهد بكلام العهد القديم، ما كانش بيستخبى منهم، بس احيانا ما كانش بيرضى يرد على ناس معينين لانه يعني ده مش هيغير في شيء، هيشوفوا ويفهموا بعدين. فهو مثال كبير في امتى نتكلم وامتى نسكت زي ما الكتاب بيقول. وهو في المحاكمه مثلا لما لماذا تلطم بالضبط، لما أدر انت بتضربني ليه؟ انا عايز اعرف. فما نخافش ان احنا نتكلم، لانه الكلام لو طلع كويس ده هيبني، لكن لو الكلام طلع بيعور اللي قدامي اعتقد ده اخطر كتير. يعني اكتر مشهد يمكن انا او قصه انا فعلا بتاثر فيها السامريه. يعني قعد وراح لها مخصوص وبالجواب احسنتي، يعني انت قلتي الصح وصفحه سودا وبص النقطه واحده بيضه، فازاي نتعلم برضو من مشهد السامريه؟ يعني هو كمان بنى على حاجات كتير هي قالتها. يعني هو ما كانش جاي بس بيقول مسج في دماغه هو او رساله عنده هو وبغض النظر هي هتقول ايه، ودي نقطه مهمه في المواجهه، انا محتاجه اسمع اللي قدامي وابني على مشاعره. فهي قالت حاجات كتير، وقالت ان انا ليا اللي معايا ده مش زوجي وكل الحاجات دي، فهو مدح حاجات كتيره هي قالتها زي ما حضرتك قلتي. فده مهم جدا ان انا مش جايه اكسر فيك، انا مش جايه اطلعك وحش وغلطان، انا جايه اكسبك والعلاقه دي تكمل، ودي نقطة مهمة. نفسي أتوقف عند نقطة مهمة جدا في حياتنا، فكرة التشجيع. لو أنا مثلا بعاتب ابني وطبعا أنا اللي لازم أحتويه لأن ده صغير، فكرة التشجيع وفي وقت المواجهة وفي وقت العتاب ممكن يعمل إيه؟ طب اديني مثال للسؤال. يعني أنا مثلا ابني عمل حاجة ولقيته وأنا بواجهه ولقيته زي ما السامرية عملت وقال أنا ما أو سألته سؤال أيوة ماما أنا عملت كذا، ففكرة إن أنا أشجعه برافو أنت قلت الحقيقة، برافو أنت، أنا واثقة إنك طالما قلت الحقيقة إنك مش هتعملها تاني. فكرة التشجيع نفسها وبالأخص مع الأقل مني أو الأصغر مني. أيوة. حتى لو كبير على فكرة إحنا كلنا محتاجين تشجيع طبعا. ففكرة التشجيع وقت المواجهة دي ممكن يكون تأثيرها إيه؟ يعني تأثيرها إيجابي جدا. أنا هاجي المرة الجاية وأحكي لك. يعني لو هنكمل على مثال الابن ده، لو أنا مثلا عرفت إن ابني عمل حاجة غلط وجاء قال لي، فأنا مش هقول له بقى ده أنا هعمل وأسوي فيك والكلام ده كله، أنا يعني ولا هظهر إن اللي حصل ده مش فارق معايا، لأن أنا مش عايزة أوصل رسالة خاطئة، لكن أنا همدحه وأشجعه على شجاعته إنه قدر يجي يحكي لي وما خباش. بس خد بالك احنا مش هينفع نعمل تاني ده، لان ده غلط وممكن يعمل واحد اتنين تلاتة. بس تاني انا بحبك ومبسوط، مبسوطة ان انت عملت كده وحكيت لي، وانا بحبك بس مش قابل تصرفاتك. ودي نقطة مهمة جدا، انه الخلاف اللي بيني وبين الشخص مش بيكسر في المحبة، ولكن بيخليني اقبل او ارفض التصرفات. ونفس الحكاية بنعملها مع اولادنا في التربية، انا بحبك بس مش قابل اللي انت بتعمله. احيانا لما بيكون الواحد معاه حق فهو خلاص انا طالما معايا حق اقول اللي انا عايزه، انا خلاص، وتلاقي يدي كلام زي الرصاص زي ما بيقولوا. أيوة. زلط كده بيطلع. ففكره ان انا معايا حق، يبقى انا طريقتي اقول اللي انا عايزه، ولا حتى لو معايا حق المفروض اتعامل ازاي؟ لا، ما هو الحق ممكن ما يوصلش بالطريقه الصعبه، اضيع حقي. اضيع حقي، ما هما بيقولوا يعني اخد الحق حرفه. وإن إزاي أقوله كمان. بس أرجع أقول تاني إنه مشاعري متحكمة كتير جدا في الموقف، فاللي معاه حق دوت لو ما قعدش واتكلم مع الناس عن مشاعره اللي بسبب الموقف ده هي متأججة وتعبان منها، لما هيروح يتكلم الدنيا هبوس. وبرضو أنا محتاجة أتكلم مع ربنا عن مشاعري اللي وجعيني دي، لأنه الشفاء مش هيجي بس من المواجهة. ماشي، ممكن نروح ونتكلم وخلاص الدنيا مش، بس انا كمان عندي جزء جوايا ازاي الغفران يكمل بعد المواجهه. طب ايه راي حضرتك في الناس اللي في وقت المواجهه تلاقيها بدل ما تعترف بغلطها تنتسب الاعذار والحجج الكتيره،
اصل انا كان كذا، اصل انا لا، هو الموقف اصلا ما كانش كده. ففكره الاعذار الكتيره دي بتبقى محبذه وقت المواجهه ولا لا؟ بصي، في اعذار بتبقى حقيقيه وادت الى الموقف انه اتخلق بالشكل ده، بس ما ينفعش ابتدي بيها. لو انا غلطت حتى بسبب موقف معين، انا محتاجه اقول اني غلطت. انا اتاخرت على حد في الشارع، يعني الدنيا كانت، معلش انا اسف بس حصل كذا وكذا وكذا. كوني ان انا قلت ان انا اتاسفت، ده بيهدي اللي قدامي. لو طول الوقت اعذار، الناس هتبتدي تمشي من حواليا. ما هو مش معقوله انت مش مسؤول عن اي حاجه بتعملها، كل حاجه مفعول به، مش منطقي ده. هي طيب، في وقت المواجهه خلينا بقى نلخص الحاجات الجميله دي، وفي مبادئ، في حاجات احنا ما ينفعش نكسرها. طول ما احنا بنواجه يبقى في 1 2 3 مهمة قوي ان احنا نمشي عليها. خلينا كده نلخص الكلام الجميل ده علشان كل اللي حتى ما شفناش من اول الحلقة او ما سمعناش برضو ياخد فكرة. المواجهة مش خناقة، والمواجهة مش لازم حد فيها يكسب، هي مش ماتش. والمواجهة محتاجة تحضير مني لنفسي، ابقى عارف نفسي، وتبقى مبنية على حقائق مش مبنية على افتراضات. وكمان الهدف من المواجهة ان احنا نطلع احنا الاتنين كسبانين. توقيت المواجهة، الرسالة اللي هتوصل، العلاقة اللي بيني وبين الاخر دوت، يعني مساحة العشم عاملة ازاي، دي مهمة اخدها في الاعتبار وانا بواجه. وزي ما انا عايزة اروح اتكلم، انا لازم كمان اديله مساحة اني اسمعه. فكل الحاجات دي مهمة في المواجهة. بشكرك جدا في موضوع مهم الحقيقة، وكلنا يعني بنتعرض ليه، وأحيان كتير ما بنبقاش عارفين زي ما قلت في البداية نواجه ولا ما نواجهش، نتكلم ولا ما نتكلمش، نسكت. السكوت وقت والكلام وقت. الحقيقة موضوع مهم جدا. بشكرك جدا. كان معنا النهارده أستاذة فينيس سنادة، دبلومة الإرشاد الأسري جامعة جولف من كندا. شكرا لحضرتك. شكر موصول لحضراتكم، وبشكر كمان خادمة الإشارة الأستاذة جيهان مرزوق، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة ونشوفكم قبل المعدة بساعة الأسبوع اللي جاي، وبرنامجكم ربنا موجود، وتصبحوا على ألف خير.